ليست كل مسابح لبنان بمطلق الأحوال، ولكن وكما تعلمين يعني مع فصل الصيف قد يكون البحر والمسابح ملجأ لكثير من العائلات هربا من موجات الحر. بعض العائلات قد تعتبر أن المسابح مكان آمن أكثر، يعني لأنه الدراسات الأخيرة أظهرت أن في لبنان 26 موقعا آمنا فقط للسباحة في البحر اللبناني، آمنا بمعنى نظيف. فهؤلاء العائلات قد يعتبرون أن المسابح لأن الكلور موجود قد تكون أنظف، لأن هذه المادة الكيميائية من شأنها تطهير المسابح والقضاء على كل الجراثيم، ولكن بعض أصحاب المسابح لم يلتزموا بالمعدلات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية للكلور، وبالتالي أفرطوا من استخدامها وخاصة في برك الأطفال، اعتقادا منهم أن ذلك قد يقضي على كل الجراثيم والبكتيريا، ولكن لوحظ انتشار كبير ويعني عوارض متعددة عند الكثير من الأطفال تعلقت بالتهاب في العيون وبطفر جلدي وحك جلدي وأمراض جلدية تبين أن سببها هو الكلور. الإفراط في استخدامه يؤدي ليس فقط إلى ذلك بل لأمراض أخرى تتعلق بالكبد والكلى في غياب رقابة جدية.